تسألش، أنا مش جاية هنا عشان أبقى مغفلة. وانت صوتك المفروض أنا أسمعها. لا يا شيخ، أنت ما صدقتي أقول لك أمور أم بجد. وانت صوتك مالهاش فضايح، تبقى تتكلم عليه. لو مش عايز فضايح أنا مش هرجع الترابيزة دي، هروح على البيت وتحصلني على طول. أمال فين منى هاني؟ حاسس بشوية تعب، وقالت لي أعتذر لكم. وسبتها تروح لوحدها. ما رضيتش تخليني أوصل. لا لا يا علي، مالكش حق، لازم تحصلي. قوم قوم، مفيش بينا تكليف. بعد إذنكم. رقصت معاها؟ فين يا رقص معاها؟ مش قلنا إن الواحد عشان ينجح لازم يجال الجو اللي عايش فيه؟ تقوم تجاري على حسابي؟ يقول إيه علينا حسن بيه دلوقتي؟ ما يقول اللي يقوله. لازم تفهمي إن في أصول وتقاليد لازم نراعيها. دلوقتي بتتكلم عن التقاليد؟ كانت فين التقاليد دي ايام زمان؟ كانت دايما موجودة. وايه اللي فتح عينيك عليها النهارده؟ المجتمع اللي احنا عايشين فيه. تبقى غلطتي، انا اللي خدتك على المجتمع ده وانا اللي عرفتك بالناس. الناس عمرها ما اعترفت بينا احنا الاثنين. واعترفت بيك انت لوحدك مش كده؟ ده مجتمع جبان تقدر تفرض عليه ارادتك لو كنت قوي. انا ما اقدرش افرض اخطائي على الناس. الناس كلها اخطاء. لكن بيداروها. ما بيداريهاش غير الضعيف. يعني انا ضعيف؟ يعني انا خطيئتك؟ حبنا هو خطيئتنا. يبقى نصلح الخطأ ده. نتجوز. بس هي اوعى تقول ولا كلمة. انا اللي هرفض اتجوزك. انا اللي هرفض اتجوز انسان ضعيف زيك حتى لو ركعت تحت رجلي. يا منى ما تحطميش كل الشيء، انا بحبك. مش عايز اسيبك ابدا. مش قادر اسيبك ابدا، احنا لازم نتجوز، بس خايف يكون جوازنا ضد مصلحتنا. مصلحتك؟ ابدا يا منى، مصلحتنا احنا الاثنين. تفرق ايه لو نكمل حياتنا زي ما احنا عايشين؟ يغير ايه من حبنا لو خليناه في السر؟ فكري في المركز اللي وصلت له يا منى. المركز اللي وصلت له ده الفضل فيه ليا انا. دلوقتي بتتكتر عليا اشاركك فيه. لا يا منى، انت اللي بنيتيني، انت اللي عملتيني، انت اللي خلقتي مني الانسان الناجح ده، وعشان خاطر الانسان اللي خلقتيه حافظي عليه وصونيه. وانا؟ انا ايه نصيبي؟ الخالق بيدي ما بياخدش، يكفي عبادة خلقه وانا بعبدك. الخالق بيطلب من الناس انهم يعبدوه في الجهر، انت بتعبدني في السر. العبادة في السر اخلص العبادات. العبادة مش خطيئة، انت بتعتبر حبك ليا خطيئة. مش انا، ده المجتمع، مجتمع من الكافرين، محدش فيه مؤمن بيكي الا انا. خليك نبي وانشر دعوتك. ما اقدرش اكون نبي. ومين قالك ان انا اقدر اكون اله؟ ارجوك يا منى ما تحطميش في لحظة غضب كل اللي بنيناه. احنا صحيح كنا بنبني سوا، لكن دلوقتي انت بتهد لوحدك.